انا عندي المراه عندي وليداتي، ما بغيش يتم وليداتي نمشي للحبس على مسبت قزديره. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم الاخوان في هذا الفيديو هذا الجديد، دائما الاخوان في اطار الاستفاده والمعلومات. الفيديو ديال اليوم الاخوان غادي نهضروا على واحد البلان. هاد الموضوع هذا يعني انا ما كانش جاني كاع البال، يعني ما عمرو جاني البال وما عمري هضرت عليه، والفضل كله كيرجع لواحد الاخ يعني متتبع وفي ديال القناه طرح عليا هاد السؤال هذا في احد الفيديوهات في التعليق. قال لك كيفاش، ماشي كيفاش، قال لك يعني واش ماشي مشكل الى بغيت نشري واحد السياره، واحد السياره معينه سواء ديزل او سياره بنزين، ولكن هاد السياره هذه ديال الديزل او ديال البنزين فيها المحرك ديالها مبدل، وانا الاخوان دير لي طن في الراس، عرفتوا هو علاش كيسول؟ وجاوبوا واحد الاخ في التعليق ولكن انا ما بغيتش نجاوبه، قلت له ان شاء الله غادي نديروا فيديو على هذا البلان باش نشرح فيه عده امور والناس كلها تستافد. ندخلوا في الصلب ديال الموضوع الاخوان. مثلا بغيت نشري واحد السياره معينه، الكاربيرون ديالها هاد السياره هادي ديال الديزل، هاد السياره ديال الديزل، ولكن هاد السياره هادي المحرك ديالها مبدل، السياره ديال الديزل والمحرك ديالها مبدل، والمحرك اللي فيها حتى هو ديال الديزل، مولاها كانت عنده ضربت واحد الكيلومتراج كبير ما شاء الله، المحرك ديالها عيا، حيدوا المحرك اللي كان فيها وركبوا ليها محرك اخر ديال الديزل. هنا الاخوان ركزوا معايا مزيان، ملي كنحيدوا المحرك ديال واحد السياره كيكون دوريجين وكنجيبوا واحد المحرك اخر كنركبوه في هذيك السياره، خص هذاك المحرك اللي غنركبوه في هذيك السياره ديال الديزل او ديال البنزين خصو يكون يعني بواحد المواصفات معينه اللي كتقبلهم هذيك السياره، او بالاحرى اللي مكتوب في الكارت غريز. باش نقربكم من الفكره مزيان وتفهموني مزيان، عندي سياره ديال الديزل، هاد السياره هذه ديال الديزل في الكارت غريز ديالها مكتوب الصنف ديال السياره والصنف ديال المحرك اللي كتوفر عليه هذيك السياره او هذاك الكاروسري ديال هذيك السياره. مثلا عندي واحد السياره معينه المحرك ديالها من الصنف ديال المحركات ديال 4 سلندر، محرك ديال الديزل، ملي كنحيد هذا المحرك هذا كنبدلو وكنجيب محرك اخر نكبرو، راه ما تظنش بانك عندك سياره مكتوب في كارت غريز ديالها عندك المحرك ديال 4 سلندر تمشي تجيب ليا محرك ديال 5 سلندر او محرك ديال 6 سلندر او محرك ديال 8 سلندر تركبو في هذيك السياره ديالك وتمشي ومريضنا ما عنده باس. لا الاخوان، هذا كيتعتبر مخالفه، ونهار غادي يقبضوك غادي تخلص واحد الثمن اللي غادي يكون كبير بزاف، اوكي، حيت المحرك اللي ركبتيه لهذيك السياره مخالف للمعايير المطلوبه اللي كطلبهم او كيطلبهم داك الكاروسري ديال هذيك السياره. علاش؟ عندك الكارت غريز ديال هذيك السياره مكتوب فيها عندك المحرك ديالها ديال الديزل، العدد الاسطوانات ديال المحرك 4 ديال السلندرات، ماشي 5 ديال السلندرات او 6 ديال السلندرات او 8 ديال السلندرات. اوكي، بغيت ندير محرك تكون السعه ديالو كبيره، هنا ركزوا معايا مزيان، عندي محرك 2.5 او عندي محرك 1.6 بغيت نركب ليها محرك ديال 2.5، ماشي مشكل، ركب ليها المحرك ديال 2.5، السعه ديالو كبيره ولكن 4 ديال السلندرات. دائما انت بقى في هذوك المعايير يعني اللي ملزومه عليك وملزومه على هذاك الشاصي، ويعني اللي موصي عليه الدار واللي موصي عليه الكارت غريز شنو مكتوب فيها، هذا البلان هذا اتفقنا عليه. ونفس الشيء للسيارات ديال ليسانس، يعني نفس الشيء كينطبق على السيارات ديال الشيء الاخر الاخوان اللي خاصكم تردوا منه البال بزاف وكيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. بغيت نشري سياره، بغيت نشري سياره ديال ليسانس
ومولاها اللي غنشري عليه هاد السياره هادي قال لي وما كذبش عليا بان هاد السياره هادي ديال الليسانس اللي عنده هو مركب ليها محرك ديال المازوت. فتح معايا مخك مزيان الاخ. هاد السياره هادي اللي بغيت نشريها مولاها قال لي بانها سياره ديال الليسانس ومركب ليها محرك ديال المازوت. هاد البلان هذا الاخوان في حد ذاته كيتعتبر بانه مخالفه ومخالف للقانون، والله يحفظه يستر. ما تفكرش لليوم وما تفكرش للاقتصاد الاخوان، كل حاجه والحلاوه ديالها. بغيت نشري سياره ديال ليسانس وفيها موتور ديال المازوت، علاش ما نشدش هذوك الفلوس نخبيهم ونزيد عليهم ونمشي نشري سياره كومبليتو ديال ديزل وانا مهني مع راساتي، وفرت عليا المشاكل واختصرت بزاف ديال الطريق وعندي الاقتصاد وبخير ومت بخير. علاش نمشي انا نقلب على المشاكل؟ اللي خصكم تفكروا فيها الاخوان، فكروا الغدا. شريت هذيك السياره من عند هذاك السيد، سياره ديال الليسانس او سياره ديال المازوت ومركبين ليها موتور ديال الليسانس. كندوزها في لافيزيت، كنخلص ديك كنخلص هذيك البركه ديال 100 درهم باش يدوزوها ليا ومت بخير. كنتمشى في الشارع بالبن، سياره نقيه ديال ليسانس وفيها موتور ديال المازوت، واو. كندوز على البراجات ما عمرهم وقفوني. البراج ما غاديش يهضر معاك، هو ما غاديش يحل لك الكابو ويطل ويشوف واش عندك موتور ديال ليسانس، لا. فوقاش كتحصل الاخ؟ الله ينجينا وينجيكم من شر الحديد. دائما الاخوان فكر في غدا. هذه كيقولوا ليها سياره وهذا طريق، واخا انت بعقلك كاين ناس سكرانين، كاين ناس ما كيحترموش القوانين ديال السير. تقدر الله يحفظ تسلط عليك ولا عليا ولا على اي انسان راه في الدنيا شي حادثه ديال السير. ملي الله يحفظه يستر الانسان غتكون عنده هذه الحادثه هذه، شنو كيوقع من بعدها؟ شنو كيوقع من بعدها؟ راكم عارفين شنو كيوقع من بعدها. وإلا كانت شي حادثه الله يحفظه يستر ماشي هي هذيك، كيوقع التحقيق. وملي كيتفتح واحد المحضر ديال التحقيق او كيتفتح ملف ديال التحقيق، هاد السياره هذه فين غادي توصل؟ فين غادي توصل؟ وانت اللي مولاها كسبها فين غادي توصل؟ غادي تولي في حل وربط وما هي وما لونها، ويخليو عشتك ويخليو عشتك ويخليو عشتك، وغادي تندم علاش شريتي هذيك السياره، وغيندموك على النهار اللي شريتي فيها هذيك السياره. فلهذا الاخوان كنصحكم نصيحه في سبيل الله، الله يرحم ليكم الوالدين. مشيت بغيت نشري واحد السياره ديال المازوت، فيها المحرك ديالها مبدل ديال المازوت، سياره قريت الكارت غريز ديالها فيها 4 ديال الاسطوانات، طليت على المحرك لقيت فيه 5 ديال الاسطوانات، 6 ديال الاسطوانات، لا خويا انا ما شاريش، الله يعاوننا ويعاونك، صافي ما شاريش، سير بحالاتك. مشيتي تشري واحد السياره، لقيتي الموتور ديال هذيك السياره هي سياره ديال ديزل، مركبين ليها موتور ديال بنزين ديال ليسانس، لا خويا انا ما شاريش، انا ما بغيتش المشاكل، الله يعاوننا ويعاونكم، ما شاريش. بغيتي تشري واحد السياره لقيتي فيها محرك ديال سياره ديال البنزين وفيها محرك ديال الديزل واكثريتهم كاينين، لا خويا انا ما شاريش، ما بغيتش المشاكل، انا باغي الراحه ديال راسي، انا ما بغيتش نجيب المشاكل لوليداتي، انا عندي المراه عندي وليداتي، ما بغيتش يتم وليداتي نمشي للحبس على مسبه قزديره، نمشي نبقى نتجارى في المحاكم ونخسر الفلوس ديالي على مسبه قزديره. دوك الفليسات زايدين فيا وزايدين في والديا وزايدين في الوليدات ديالي، نمشي نديهم ليهم ما ياكلوهم. دائما الاخوان فكروا في غدا، ما تفكروش في اليوم. اليوم راه دايز ولكن غدا راه جاي، وغدا من اللي غادي يجي ما بغيتوش يجي ويجيب ليا معاه شي مشاكل. دائما الاخوان فكروا. واحد البلان الاخوان كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس ما كيكونوش مساكن عارفين، كيمشي كيبغي يشري واحد السياره، هذيك السياره كيكون الكاربيرون ديالها في الكارت غريز ديال ليسانس ودايرين ليها موتور ديال المازوت، وكيمشي يطيح في واحد المسخوط ديال سمسار او بياء او شراي او شي حاجه، كيقول له ودي حقه ما حقه، لا ما تخافش انا نوقف معاك، وانا هادي وانا هادي، هاد السياره هادي راها في الحقيقه ديالها ديال المازوت، ونهار بغينا ندفعوا ليها الكارت غريز ديالها غلطوا لينا في كارت غريز وخرجوا لينا باللي الكاربيرون ديالها ديال ليسانس، انا نوقف معاك وانا ندير وانا كذا وانا هادي وانا هادي، وكيديك لواحد لافيزيت متفق مع ديك مول ديك لافيزيت والى اخره. نهار التالي
شكون اللي كيوحل؟ انت اللي كتوحل، كلهم كيهربوا، انت يا اللي كتحصل، وكتجي كتبقى تبكي ونصبوا عليا. الاخوان حنا كنديروا اللي علينا، كنعطيكم هاد الفيديوهات هادو باش تستافدوا، يعني ما بيني وبينكم غير الخير والاحسان. اللي عليا كنديروا باش غدا امام الله ما تحاسبونيش. الله يعاونكم، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي معلومه جديده وشي فيديو جاي جديد ان شاء الله.